السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كفارة اليمين، كفارة اليمين تجوز أن تخرج في طعام غير مطبوخ؟ كفارة اليمين، هل يجوز أن تخرج طعاما غير مطهي؟ نعم يجوز. طيب لو سمحت يا شيخ، طب لو أنا دخلت مع الإمام وهو بيصلي ولسه عليا ركعات وهو سجد سجدتين سهو، هسجد معاه؟ دخلت مع الإمام ولسه عليا ركعات، ضاع مني ركعات يعني مع الإمام، هو سجد سجدتين سهو، أسجد معاه السجدتين السهو وبعدين أكمل الركعات اللي ناقصاني؟ اسجدي معه سجود السهو ما دام سجده قبل التسليم. طب بعد إذنك يا شيخ، المختلعة لها عدة زي المطلقة ولا ما لهاش عدة؟ على رأي الجمهور لها عدة. لها عدة. طب بعد إذنك كمان سؤال، القذر يقل عند قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ القاضي ايه؟ بدون وضوء، قراءة القرآن بدون وضوء، هل الأجر يقل؟ الأجر أفضل إذا كنت على وضوء من غير إيجاب. أيوة أيوة سامعك. جزاك الله. أيوة.